ذل واعتقالات وقذائف وتشريد، هذا ما شهده مستشفى كمال عدوان خلال حصار واقتحام الجيش الإسرائيلي له ضمن عملياته في شمال قطاع غزة، والتفاصيل ترويها ممرضة من قلب المستشفى. ما حصلت في بتاتا، ما لقينا إلا على الباب. بلش يطلع على طابق الجراحة جديد، طبعاً منع أي حدا يفوت على طابق الجراحة. بعد ذلك حصرونا تحت كلياتنا في الاستقبال. ثاني يوم الصبح حصرونا كلنا تحت، صاروا من جميع الاتجاهات، يعني الكواد علينا، القنابل النارية، القذائف. الممرضة قالت إن الجيش أمر بإخلاء المرضى من المستشفى الذي كان يضم أكثر من 600 منهم، رغم أنه أحد المرافق الثلاثة فقط التي تكافح لاستقبال المئات من الجرحى، مع استمرار سقوط الضحايا بسبب الغارات المتواصلة والعمليات العسكرية، كما أخرج النازحين منه. ما بين طبعاً مركبين قسطرة وما بين مركبين شست تيوب وسنتر لاين، ما كانوا قادرين بتاتاً، حتى يعني عندهم بليدنج داخلي، ما كانوا قادرين إنهم يمشوا حتى لمسافات طويلة. كمصاب له أيام قليلة، لكن مع ذلك أصروا إنه يطلع سيراً على الأقدام. طلعوا كل النازحين اللي هنا، طبعاً فصلوا الرجال لحال وفصلوا النساء لحال. كان من ضمنهم إنه الرجال يصفوا طابور لحال والنساء طابور لحال. طبعاً كانت طريقة ذل كبيرة 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 بالنسبة لشبابنا، بحيث إنه يعني أخذوهم بدون أغطية بدون ملابس. الإخلاء شمل أيضاً الكوادر الطبية التي حاولت رفض الأمر، فاعتقل الجيش العديد منها مع عشرات الفلسطينيين الآخرين ضمن حملته شمالاً، قبل أن يطلق سراح 14 منهم فقط، وفق ما أفاد مسعفون بالمستشفى. ما يقارب 70 ممرض طلع من عنا من هنا، وطبعاً أخذوهم على العيادة الخارجية وبدأ يدمر، واحنا كلنا ممرضات لحالنا في المستشفى بدون اي كادر صحي.